وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر سكايب فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان. أهلا بك بداية معنا في هذه النشرة. وبداية سيد عبد الغني، الشبكة أصدرت تقريرا تحدثت فيه عن أعداد الضحايا في إدلب والخسائر في الشمال السوري وسوريا عموما وما إلى ذلك، لو تجمل لنا الخسائر التي تسببت به حملة النظام وروسيا الأخيرة. بالنظرة إلى الخريطة بنلاحظ أنه أغلب الضحايا المدنيين الذين قتلوا نتيجة الحملات الوحشية التي لم تميز بين مدني ومقاتل التي تشنها قوات النظام وروسيا، بنلاحظ أنه القسم الأكبر من الضحايا هو كان بمحافظة إدلب ثم محافظة حماة ثم حلب، وبالتالي هي المناطق اللي عم تتعرض لعمليات القصف بشكل اساسي، وايضا في دير الزور من قبل بشكل اساسي من قبل قوات سوريا الديمقراطيه وايضا التنظيمات المتشدده. لكن الهجمات بشكل الشهر الماضي كانت هي اعلى شهر منذ بدايه عام 2019 حتى الان بفارق كبير عن الاشهر الاولى. وايضا الملفت للانتباه انه من بين تقريبا ثلث الضحايا هم من النساء والاطفال، وهذا بيؤشر ايضا انه في عمليات مركزه وتعمد لقصف مناطق ماهوله بالسكان، لانه الاطفال هم والنساء ما عم يشاركوا لا على الجبهات ولا في العمليات العسكريه، اذا بنلاحظ انه هناك تكتيك لضرب المدنيين وبهدف تشريدهم وبهدف أيضا دفعهم نحو النزوح نحو مناطق الشمال أكثر وإخلاء هذه المناطق، وأيضا إتاحة الفرصة لنشر الرعب والذعر بين السكان والضغط أيضا على المقاومة التي المقاومة السورية ضد روسيا وقوات النظام. نعم، طب كيف ترى غياب الضغط الدولي الحقيقي على النظام وروسيا لوقف العملية العسكرية؟ يعني ماذا يمكن أن تقدم هذه الدول في هذا الإطار؟ في الحقيقة لاحظنا تقريبا غياب كبير جدا، يعني بالعادة عندما الحد الأدنى يكون هناك يعني مسؤولين دوليين من الدول المتقدمة تدين هذه العمليات والهجمات البربرية بشكل أكبر، وكنا نلاحظ أيضا وزارات الخارجية على الأقل تصدر بيانات إدانة وتحميل مسؤولية. بهي الهجمة نحن لاحظنا انخفاض هذه الوتيرة بشكل كبير كثير، وأيضا يعني عدا عن أنه توقف هذه الحملات البربرية واستهداف المشافي ومراكز الدفاع المدني وأيضا المدارس اللي هي عم يتجمع فيها النازحين، هذا هو المطلب الأساسي طبعا لأنه هو بيتضمن حماية المدنيين وهذا اللي أكد عليه التقرير، إلا أنه شاهدنا غياب، حتى كان ملفت أيضا الغياب الإعلامي لهذا الكم الهائل من الخسارة المدنية. نحن عم نتكلم عن تقريبا 300 مواطن سوري قتلوا خلال شهر، وبالتالي هذا كم كبير كثير من الخسائر البشرية، عدا عن آلاف عشرات آلاف اللي هن تشردوا قسريا. بالتالي كان يفترض بمجلس الأمن أنه هو يتدخل، ولكن مجلس الأمن هو معاق بشكل كامل، لهيك سوريا تطلب أو يعني يشترط أنه يكون هناك تحالف حضاري خارج مجلس الأمن لإنقاذ الضحايا السوريين من المحرقة الأمنية، وهذا هو طلبنا من 2011، لأنه مجلس الأمن معاق بشكل كامل ولا يمكن يعني له أن يتحرك بسبب وجود روسيا في مجلس الأمن. لهيك الحل هو مثل ما صار بيوغوسلافيا السابقة عندما تدخل حلف الناتو خارج إطار مجلس الأمن، وبعدين مجلس الأمن دعم هذا التدخل. بالتالي الدول الحضارية هي مدعوة لإنقاذ المدنيين في سوريا واتخاذ كل الإجراءات والخطوات لفعل هذا الأمر وتتحمل مسؤولياتها في هذا الخصوص. نعم، أشكرك فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك.